يواصل طيران العدوان السعودي لليوم 13 على التوالي خرق وقف إطلاق النار في محافظة تعز ومأرب ومحافظات أخرى، فيما استمر المرتزقة في قصف مواقع الجيش في أكثر من مكان. نحن في مرحلة حساسة، نأمل تعاونكم معنا فيها حتى نتابع معا يدا بيد عملية إيقاف العنف في اليمن والشروع في مسار السلام. رغم التأكيدات الأممية على ضرورة وقف العمليات العسكرية لضمان نجاح المفاوضات، إلا أن طيران العدوان السعودي ومرتزقته واصلوا السبت خروقاتهم لوقف إطلاق النار في أكثر من محافظة. ففي محافظة الجوف قصف مرتزقة العدوان مديرية الغيل بـ20 قذيفة مدفعية ودبابة، فيما تواصلت الخروقات باستهداف مواقع الجيش واللجان في مديرية الغيل والمصلوب وخب والشعف. وحلق طيران العدوان في سماء مديريتي الغيل والمتون، وأطلق مرتزقة العدوان قذائف مدفعية على مواقع الجيش واللجان الشعبية باتجاه خلف الشبكة في مديرية نهب بمحافظة صنعاء. وفي صعدة ألقى طيران العدوان السعودي بقنابل صوتية على مديرية منبه الحدودية. أما تعز فلم تكن بعيدة عن خروقة العدوان، حيث قصف مرتزقة العدوان مصنعا للبلاستيك في شارع الـ40، ما أدى إلى اشتعال النيران في المصنع، في حين أطلق مرتزقة العدوان النيران على عدد من مواقع الجيش واللجان في الوازعية ومدينة ذباب. في غضون ذلك شن طيران العدوان 4 غارات على مناطق ثعبات والأمن المركزي والقصر الجمهوري وجبل العلاء، بالإضافة إلى 3 غارات على منطقة الجند بمديرية التعزية، في وقت استمر التحليق في سماء مديريات ومناطق العمري وذباب والمخا والجديد والوازعية. خروقات ممنهجة ومتواصلة لم تضع أي اعتبار لكل الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، ما يثير أسئلة كثيرة عن مدى جدية السعودية ومرتزقتها في التعاون مع الهدنة والمفاوضات. قتل المدعو حمزة المخلافي شقيق القيادي المرتزق حمود